لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا كلمات لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أعجبتني وتأثرت بها وأحببت أن تسمعوها. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما أبالي على أي حال أصبحت، على ما أحب أو على ما أكره، فإني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. الأقدار، أنا وأنت نصبح على أقدار الله عز وجل، ولكن الناس يظنون أنهم لو أصبحوا على ما يحبون فهم في خير، ولو أصبحوا على ما يكرهون فهم في شر. لا، يبقى اللي أنت كرهه هو اللي فيه الخير. قال عمر: فإني لا أدري الخير فيما أحببت أو فيما كرهت. خير فين؟ محدش يعرف، الله وحده. الناس يظنون أنهم لو أصبحوا على ما يحبون فهم في خير، يبقى ربنا راضي عنهم، ولو أصبحوا فيما يكرهون فهم في شر وربنا غضبان عليهم. لا، يمكن اللي انت كرهه ومألمك ووجعك وحزنك هو ده الخير. فإني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. ولذلك قال عمر عبارة أخرى جميلة أيضا، قال: لو عرضت الأقدار على الإنسان لاختار ما قدر الله له. شوف الأقدار، لأن اللي بيحصل لنا له احتمالات. حاجة اللي حصلت لك كان في احتمال إن تحصل بالطريقة الفلانية والطريقة الفلانية والطريقة الفلانية. لو عرضت الأقدار على الإنسان لاختار ما اختاره الله له.
نختار القدر الذي اختاره الله له، ولكن الناس لا يعرفون، ونحن من جملة الناس لا نعرفون، لا نعرف أين الخير. ولو الإنسان بقى أصبح فيما يكره يفتح على نفسه باب الندم والحسرة، يقول لو كنت أنا قلت كذا كان هيحصل كذا وكذا، لو كنت اخترت غير اللي اخترته ما كانش حصل اللي حصل. وبعض الناس يقولوا العبارة المشهورة يا ريت اللي جرى مكان، غلط. الناس يقولوا ايه؟ يا ريت اللي جرى مكان، غلط. اللي جرى كان لازم يحصل، هو اللي كان لازم يحصل. وبعض الناس يسيئون الأدب مع الله، مش يقولوا الكلمة دي كفاية، ده يقول لك ليه يا رب عملت فيا كده، ليه يا رب عملت فيا كده. يا راجل ليه تفتكر، ليه ربنا عمل فيك كده؟ تفتكر ليه؟ ان هو ده الخير اللي ربنا يعلمه لك. ليه يا ربي عملت فيا كده؟ عشان هو ده الخير اللي حصل معاك، هو ده الخير اللي ربنا اختاره لك، ولكنك تكره هذا لانك لا تدري اين الخير، فيما تحب او فيما تكره. لا تفتح على نفسك باب الندامه، ما تقولش اللي حصل لو كنت قلت كلمة غير دي كانش حصل اللي حصل، كانش جرى كده، لو كنت اخترت حاجة تانية كانش حصل اللي حصل، لو كنت اتصرفت بطريقة تانية، لو كنت عملت كذا ما كانش كذا وكذا. ما تفتحش على نفسك الباب ده، باب الندامة، باب الحسرة، الحسرات. لا تفتح على نفسك أبواب الشيطان، فإن الشيطان يعمل عندما تتكلم أنت بهذه العبارات وتتندم، لو كنت عملت كذا أو لو ما كنتش عملت كذا ما كانش جرى وكذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ما تقولش كده، ولكن قل قدر الله. في التقرة كده قدر الله وما شاء فعل، أو قول قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ما تقولش لو بقى، أنت خسرت حالة، موقف زعلك، حرمت من أمر بسبب تصرفك أو تصرف غيرك، تقعد تتندم لو ما كنتش رحت الحتة الفلانية ما كانش حصل كذا، لو ما كنتش قلت كذا ما كانش حصل كذا وكذا، او لو ما كانش فلان موجود ما كانش حصل كذا وكذا. ابواب الندم، التحسر، ابواب دي ابواب الشيطان. ادي لك مثال عملي حصل. اخ من اخواننا الاحباب الافاضل، حد فاضل جدا، سافر الى بلد عربي شقيق مجاور، اشتغل هناك سنين طويلة، 5 سنين 6 7، وكون ثروة كبيرة، حوش يعني تحويشة كويسة، لأنه كان عمله مهم ومرتبه مهم، فكسب كتير جدا. غربة سنين، حوالي 7 سنين، وجي مصر يعمل ايه؟ عايز يجيب عربية جديدة، وعايز يجيب بيت تمليك جديد، وعايز يعمل مركز ياكل منه عيش نشاط، وعايز يعمل حاجات كتيره جدا. فقال انا ادي القرشين لحد يشغلهم، ومن اللي جاي بقى اشتري عربيه واشتري بيت واعمل مركز، بدل ما احط كل الفلوس في حاجه تشتغل هنا كمان واشتري منها. ونصيبه ادى الفلوس لواحد وضاعت الفلوس كلها،
ثروة طيب راحت. يعمل ايه؟ حاول يرجع فلوس ما نفعش. فسامحوني كده، ربنا يشفيه ويعافيه ولا تتحسن. مخه ضرب، مخه فوت، بقى بيمشي في الشارع يكلم نفسه. يعني ايه يكلم نفسه؟ لو ما كنت شديت الفلوس لفلان ما كانتش ضاعت، لو كنت اشتريت عربية وبيت وكده ما كان زمان اتمتعت بالفلوس، لو كنت حتى اتصدقت بيهم، لو كنت حتى اديتهم لاخواتي، لو 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 لو. لا تقل لو، لو اني فعلت كذا. شوف، لو انت مكانه ممكن يجرى لك اللي جرى له. ثروة طائلة، غربة، غربة سنين وثروة وبعدين راحت. هيعمل ايه؟ هيقول لو ما كنتش اديتهم لفلان، لو كنت حطيتهم في كذا، لو كنت اشتريت، لو كنت اقتنعت من اولها، لو لو لو. السؤال بقى انا بساله له، لو انا او انت مكانه، ولو انت ما اديتش فلوسك لفلان، لو انت ما اديتش فلوسك لفلان وراحت، تتخيل ايه؟ لكن تخيل انا كنت جبت عربيه وجبت بيت وجبت مركز وجبت واشتغلت. يعني اساله سؤال تاني، وافرض لو جبت عربية وعملت بيك حادثة ورحت انت وزوجتك وولادك، ما ده الايه؟ لو انا ما حطيتهمش هنا ده انا كنت هعيش امن. لا، تهيألك جبت عربية وبيت وكذا وكذا، عملت حادثة رحت انت والولاد وكل والمال كله. يبقى ربنا بقى لك حاجة. اللي حصل ده هو ده الخير. واحد يقول لك ايه؟ طب ايه المانع؟ ما كان جاب عربيه وشقه ومركز وعاش امن، ما في ناس بيعيشوا كده. صح، بس يمكن العيشه دي كانت تدخله النار برضه، او حد من اولاده الثراء والغنى والطرف وينسيه ربنا فيخش النار. يعني ايه؟ يعني كل الاحتمالات دي ما تقعدش تقول ايه؟ طب واحد يقول ايه؟ طب افرض برضه كان جاب عربيه وشقه ومركز وعاش كويس ودخل الجنه، ايه اللي يمنع؟ احتمالات نادره. الدنيا مش كده، الدنيا دار نكد وكبت، فيها ابتلاءات وفتن ونقصان وحرمان والام واوجاع. فالاحتمال اللي حصل هو ده الخير اللي ربنا اختاره له من وسط كل الاحتمالات. اصل لو انا عملت كذا ما كانش جرى وكذا، مستهيألك. ولو ما كانش عمل كذا كان هيحصل، مستهيألك ومستهيأله ومستهيألنا كلنا. اللي بيحصل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اللي ربنا شاءه هو اللي بيكون، واللي كان هو اللي ربنا شايئه، ولا يمكن يحصل خلافه ابدا. دي احتمالات عندك انت في ذهنك في عقلك. لو ما كانش اللي جرى جرى كان هيحصل غيره ابدا، كان هو هو اللي هيحصل، كان هو هو اللي هيحصل. لو ما كانش ابني راح الحته الفلانيه ما كانش اتخبط، كان لازم هيروح وكان لازم هيتخبط، ولو ما كانش اتخبط كان هيتخبط. ما هي ما فيهاش حل تاني. لو ما كانش راح ما كانش جرى له كذا، لو ما كنتش انا رحت ما كانش جرالي كذا، لو ما كنتش قلت، لو ما كنتش اخترت، لو ما كنتش اتصرفت. غلط غلط. لا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا. غلط. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فان لو تفتح عمل الشيطان. قدر قدر. شوف في سورة الكهف، شوف المآلات، قصة السفينة اللي الخضر خرقها، سيدنا موسى اعترض، خرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. فبين له، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم، يعني أمامهم، ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كل سفينة جديدة، يعني كل سفينة جديدة. أنا خرمت السفينة، وكانت سفينة جديدة وبتاعت مساكين يتامى صغيرين وضعاف يعملون بها في البحر، يعني باليومية يوم بيومه.
وجديدة لسه شارينا جديدة، والخضر خرمها عبها، وكان ده مكسب ليهم، كانت هتروح السفينة كلها. فبقت لهم معيوبة ومخرومة وكل حاجة، بس باقية هي بتشتغل. وعمل كده ازاي الخضر؟ بأمر من الله، وما فعلتوه عن أمري. واحد، والغلام اللي الخضر مسكه من وسط الولاد وقتله، أبوه وأمه هيزعلوا مش عارفين، ده عيل صغير ده. والخضر يبين لسيدنا موسى أن هذا الغلام طبع يوم طبع كافرا، أردت أن يبدلهما ربهما خير منه زكاة وأقرب ربع. الولد ده لو عاش كان هيطلع كافر، وكان هيكفر أبوه وأمه، وكان هيوريهم الويل من العقوق. الولد ده كان هيأذي أبوه وأمه أذية لو كبر. أمار ربنا اختار يموته دلوقتي، هما ما يعرفوش الخير فين، الخير ما يموت دلوقتي، ده ابننا ويمكن ابن وحيد والولد صغير وكذا، ما تعرفش الخير فين. الخير انه يموت دلوقتي، لو عاش يكفرك ويطهقك ويزعلك ويأذيك ويضرك. اللي بيحصل هو ربنا اللي بيحصل ده هو الخير اللي ربنا بيعلمه للناس، كل الناس. وشوف الاهل البلد اللي قام، اللي ما رضوش يوكلوا سيدنا موسى والخضر، وكان في الجدار كان هيقع في الشارع الرئيسي اللي فيه كل التجاره بتاعتهم، ده الشارع بتاع التجاره، شارع الاقتصاد والاموال وكل حاجه. والخضر سنده كان هيزيهم الجدار ده لو وقع، سنده وانتفعوا وانتعشوا. سيدنا موسى قالوا ما يستاهلوش، دول اللي قام دول بالبخله، خليهم يعانوا ما يستاهلوش. قالوا الجدار لغلامين يتيمين في المدينه، وكانت تحته كنز لهما، وكان ابوهما صالح. الخير انما يقعش الجدار ده. طب واللي قام دول الاشرار البخله دول زي بعض يتمتعوا، بس في مصلحه لغيرهم، محدش عارف الغير الخير فين. اللي بيحصل هو ده اللي ربنا اختاره، وهو ده اللي ربنا يعلم ان فيه الخير لكل العباد، كفار ومسلمين واتقياء وفجار، كبار وصغار، اباء وغير اباء. اللي بيجرى احنا ما نعرفش، بس النهايات ربنا يعلم. سيدنا عبد الله بن عمر يقول ايه؟ ان الرجل لا يستخير الله فيختار الله له فيتسخط على ربه، فلا يلبث ان ينظر في العواقب فاذا الخير فيما اختاره الله له. البدايه عمل استخاره، بس كان صاحب ايه؟ هوى، وربنا اختار له الخير في غير اللي اراده، اتحرم من حاجه كان حاببها، فقعد يتسخط على ربه، ليه يا رب حرمتني من حاجه ده كان نفسي فيها، انا بس بستخيرك يعني عشان تسهلها لي وما تسهلتش وتعقدت واتلغت. يقعد الانسان متسخط على ربه شويه كده، واحده واحده واحده، لما ينظر في العواقب والمآلات يعرف ان ربنا قدره عليه، هو ده الخير اللي ربنا اختاره له، كان هو ده الخير، بس كان متسخط زمان زمان. الاقدار، انت ما بتعرفش الخير فين، فيما تحب او فيما تكره، فسلم امرك الى الله. لذلك كان سيدنا عمر يقول ايه؟ ما أبالي على حين، على أي حال أصبحت، الصبح أصبح على ما أحب على ما أكره ما تفرقش معايا. ليه؟ اللي بحبه حصل هو ده الخير إن شاء الله، اللي بكرهه هو اللي حصل هو ده الخير برضه، يبقى كده ولا كده أنا مطمن. ربنا بيقدر الخير وربنا بيختار الخير. شوف التسليم، شوف الرضا، إنما إحنا الجزع. لما اصبحت الصبح حصل حاجه انا بكرهها، يا ايش الشر ده؟ ده ربنا غضبان عليا، ده ايه ده؟ ده انا محروم، ده انا حزين، ده انا زعلان، ده انا كذا، ده انا كذا. ويقعد يتسخط على نفسه ويتسخط على الخلق ويتسخط على الخالق. سلم امرك الى الله، وربنا بيختار الخير للعباد حتى للكفار. اللي بيجرى هو ده اخير الخير، اخير الخير للناس. ولو اتكشف الغطاء
للناس هيختاروا اللي ربنا اختاره واللي ربنا عمله. يبقى ايه؟ يبقى ربنا له الحمد، الحمد في كل اللي بيجرى. لو عرفنا الحقيقه هنقول الحمد لله على كل حال. هو المحمود سبحانه على كل حال، له الحمد في كل حال، كل وقت، كل حين. اسال الله ان يرزقنا الرضا بعد القضاء ولذه العيش بعد الممات. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اما بعد، بعض السلف قال: لان يقرض لحمي بالمقاريض احب الي من ان اقول لشيء قدره الله ليته لم يقدره. لحمي يتقرض، يتقطع بالسكاكين والمقاريض، احسن من ان اقول لحاجه ربنا قدرها يا ريته ما قدرها. تعترض على ايه؟ انت بتعترض على ايه؟ انت بتعترض على، انت ما تعرفش حاجه. اللي انت كنت بتتمناها هو ده الشر، واللي ربنا اختاره وقضى به وقدره هو ده الخير. لما تقول ليت ربي لم يقدر كذا بتعترض على ايه؟ الخير اللي ربنا قدره وقضاه وشاءه واراده وحصل فعلا. بعض السلف، بعض السابقين كان بيحكي يقول انا عملت ذنب من 30 سنه لسه بعيط عليه لحد دلوقتي، واجتهد في العباده واستقام فعلا، وايه الذنب اللي عملته؟ قال في يوم من الايام قلت الحاجه حصلت ليتها ما كانت. قلت له شيء كان الوضع حصل ليته ما كان، يا ريت اللي جرى ما كان، يا ريت اللي جرى ازاي؟ يا ريت اللي جرى ما كان. قلت كنت عايز يجرى ايه؟ عايز يجرى حاجه تانية انت ما تعرفش. الحاجه التانية اللي انت كنت رايتها دي فيها الشر، اللي حصل ده هو ده الخير. لابد ان نحسن الظن بالله، لابد ان نتعرف على الله، على رب العالمين. لا يختار إلا الخير وأخير الخير. تاني، شوف السفينة هي لو كانت فضلت جديدة ده خير، ولو اتعبت الخير أقل، بس لو كانت فضلت جديدة كانت هتروح كلها كلها، ولو فضلت معيوبة هي يبقى الأقل شرا والأقل ضررا. ربنا بيختار للناس. شوف الغلام لو كان عاش كان هيعمل ايه؟ لا يموت. طب ابوه هيحزن ويتألم ويعيط، وامه هتحزن على الوقت. ما تحزن، ما تحزن وتعيط، وابوه ما يحزن ويعيط، بس هو ده الخير له، بس هو مش عارف. الله الله، شوف الاقدار. اوعى تتمنى حاجه غير اللي بيحصل، بس قول يا رب يعني احسن عاقبتي، ما يجراش حاجه، بس اللي جرى ما تقولش يا ريت اللي جرى مكان، او تقول ليه يا رب عملت فيا كده، عمل فيك كده عشان هو ده الخير اللي يعلمه ليك. عرفت؟ وهكذا. الموضوع ده فيه اقوال كتيره واحوال كتيره جدا. سيدنا عباده بن الصامت يقول لابنه ايه؟ انك لن تبلغ حقيقه الايمان بالقضاء والقدر حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أصابك اللي حصل لك لم يكن ليخطئك، لا يمكن كان يتلغى، لازم كان هيحصل. وأن ما أخطأك ما كان ليصيبك، والحاجة اللي ما حصلتش لو كيف هتحصل؟ لو كان عندي كذا، لو كنت كسبت كذا، لو عندي فلوس كذا، لو عندي ملك، ما عندكش. اسأل ربنا، بس لا تتندم على الماضي. اللي أخطأك لم يكن ليصيبك. مسألة كتيرة جدا في القرآن، بس نفرق بين في حاجات الإنسان ليس له دخل فيها. ستنا مريم تقول ليتني مت قبل هذا، عشان امرأة فاضلة شريفة عفيفة، والناس لما يلاقوا معاها مولود هيقولوا إيه؟
إساءة الظن من الناس ده موضوع تاني خالص. كلام عن المقادير والمصائب. المصائب ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نبرأها إيه ليه نبرأها يعني إيه؟ نفوسكم. ونبرأها برضو عايز عن المصائب في كتاب من قبل أن نبرأ. كل شيء مكتوب. كل شيء مكتوب. أحسنوا الأدب مع قضاء الله وقدره. أحسنوا فقه الأمور. الرضا والتسليم من المنازم العالية. بس ساعات الإنسان يبقى عنده شيء من التسخط. نستغفر الله نتوب إليه وما تفتحش باب الندامة. لو أني فعلت كذا، لو أني قلت كذا، لو فلان ما كانش هنا، لو فلان عمل كذا، لو كنت اخترت حاجة تانية، لو كان فلان اختار حاجة تانية ما كانش جرى اللي جرى. وقدر الله ما شاء فعل وخلاص. تاني وتسامحوني أفكركم بصاحبنا اللي خسر فلوسه كلها ومخه فوت. لو ما كانش ادى فلوسه لفلان كان ايه اللي هيجرى؟ كانت هتضيع برضه. هو ده الخير اللي بالنسبه له. امال السنين اللي قضاها بره حسنات بقى. خد حسنات وخد ثواب وخد منزله في الجنه وخد صبر وخد انا نصيبه. انما الفلوس ملوش نصيب فيها. وانت هيبقى لك نصيب في ايه؟ ملكش نصيب في ايه؟ احوال القدر. سر من أسرار الله عز وجل في خلقه. نسأل الله أن يرزقنا الرضا بعد القضاء والتسليم لقضائه وقدره. أسأل الله أن يرزقنا الفهم عنه وأن يرزقنا الفقه في الأحكام والقضاء والقدر والدين والإسلام والإيمان. اللهم ارزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا ودينا قيما والشفاء من كل داء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.